شو امك لسه ما بين؟ لك بنتي تعي تطلعي معي، عيوني ما عادت ارجتني ليكون واقف بالشارع وانا ما عم اشوفه. شو هالمصيبة هي؟ خلاص العمى على قلبي انا. طولي بالك امي، قلتك بلاقي فرحان. ان شاء الله يلاقي، ان شاء الله يلاقي، قلبي مثل النار عليه. لك كل الحق على العوام، شافت احمق خلاص صار بدها تاخذ ابنها على الدكتور. ليك ابنها ما في البلا، صار على نكاحي كمان. امي حرام مسكينه عوض، لا تلومني الله يخليكي، هي الظاهر على ضربه الفرام اكلت خبطه على وشها، ما شفتيها طلعت لنا البيره هالقد قد يا حرام قد الجصايب وشها مسكينه. يا بني يا بني، يا ترى شو صاير فيك هلا؟ لك شو بتقولي؟ ليكون اكل له شي خبطه ورخري. امي بعيد الشر على اخي، لا تفاولي عليه، لا تشوفيني هيك ناشفه بخلقته بس بموت عليه، هذا اخي حبيبي. بعدين عوض قالت لك انه شافته بعيونها هرب من السياره. امي ادعي لربك الولد ما يكون صاير له شيء ويروح اخي بشربه مي ويتشنق. اخ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله لا يأذي حدا. لك بنتي الله لا يأذي حدا. لك نحن قاعدين بامان واهل الولد بامان. روح يا احمد افندي، روح تمخطر لي بقى سيارات العالم، خرجوا شو ما صار له خرجوا. لك حدا قال له ركاب سيارات العالم وانت ما بتعرف السواقه شو هي؟ وهالاهالي بفلتوا لي ولادهم بهالشوارع اكيد سايقه مثل الصاروخ. يمي الحبوب فرحانك اوام مو وقت هلا، يميهم من وجهي. حالك يا حسبتي عليك يا احمد، يا حسبتي عليك، لا مو مسر قدرت تطلع لا رياضي ولا اكلت يبرق وراحت على اكلت الحبوب اللي على فرحانة مين اوام؟ شو فرحان طمني لقيته؟ لحظة مرت عمي لاخذ نفس. ايه؟ بلا نفس فرحان طمنا شو لقيته؟ ما لقيت شيء وما في ولد اندعس. اخ طمنتني. والسيارة؟ ما حدا بيعرف عنا شيء يا مرت عمي. واحمد؟ احمد كمان ما حدا بيعرف عنه شيء، بجوز اخذ سيارة رجع المحل مرت عمي. يعني لا في حادث ولا في حدا اندعس؟ لا. اذا انا شو رعبتنا هي المهسة عواض؟ الكلام اللي حكوه الناس غير الكلام اللي حكته عواض. لكن قال السيارة ماشي بالشارع ووقفت بعرضة شحطة شحطة قوية وكان في ولد عم يركض، الظاهر كان عم يقطع الشارع وهذا كل شيء. بس هيك حكوا اصحابي المحلات بالشارع. بس يا لطيف يا سمار، قال شو سيارة فخمين. طمنتني فرحان، قلت ارتاح فؤادي.